البدع والأهواء، أهل البدع الأقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، أنا أقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخذنا في الدرس السابق بعض المسائل المتعلقة بصلاة الوتر، ومن ذلك وقت صلاة الوتر متى يبدأ ومتى ينتهي. ذكر ابن بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر أو إلى طلوع الفجر، فلا يتعمد تأخيره عن طلوع الفجر. فإذا طلع الفجر ولم يصلي، أذن المؤذن لصلاة الفجر ولم يصلي، هل له أن يصليه بعد الصلاة؟ ذكى عياش. نعم، جاء عن جماعة من الصحابة الفتوى بأن لا بأس أن يصلي بعد طلوع الفجر قبل صلاة الفجر. ثبت عن علي وابن مسعود وعن ابن عمر وعائشة وجماعة من الصحابة. وكذلك عن ابن عباس. فهذه الفتاوى عن الصحابة في مشروعية صلاة الوتر في ذلك الوقت بعد أذان الفجر لمن محمولة على أنه من تأخر، وليست محمولة على أنه يتعمد التأخير. من تأخر بسبب نوم أو انشغال فله أن يصليها ولو أذن المؤذن لصلاة الفجر، ثم يصلي بعدها الركعتين الخفيفتين ثم يدرك صلاة الفجر. فلو لم يستطع أن يصلي الركعتين الخفيفتين، أيهما يقدم، الوتر أم الركعتين؟ ذكى غازي قدم الركعتين الخفيفتين لأنه وقتها، والوتر يقضيه في النهار. إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر ولم يوتر ولا يستطيع أن يصليه في ذلك الوقت لضيق الوقت، فيقدم الركعتين الخفيفتين سنة الفجر، والوتر يقضيه من النهار. إذا قضى الوتر من النهار كم يقضيه؟ دقيقة صلاة يشفعه، فإن كان يوتر بإحدى عشرة يصلي اثني عشرة، القضاء من النهار بالشفع يشفع. إذا كان يوتر بسبع فيشفع بثمان في النهار، إذا كان يوتر بخمس فيصلي في النهار ستة، ما بين طلوع الفجر إلى ما بين طلوع الشمس إلى الزوال. ولا يتعمد التأخير عن وقت الضحى إلى بعد الظهر إلا إذا نسي. من نسي له أن يقضي الوتر ولو بعد صلاة الظهر ولو بعد صلاة العصر. إذا نسي، من نام عن وتره أو نسيه فليصليه متى ذكره، كما جاء في الحديث رحمه الله. فإذا لم يذكره إلا في الليلة المقبلة، كم يصلي، شفعا أم وترا؟ ذكره في الليلة الثانية بعد صلاة العشاء. ذكر محمد انتهى، ما عاد يصليه، لا نسي، يشمل الحديث من نام عن صلاة ونسيها فليصلي إذا ذكر، يصلي حتى ولو في الليل، ولكن الأقرب أنه يصليه وترا لأن الشفع إنما شفعه بسبب النهار، ويكون وتر قضاء، فلا يشكل حديث لا وتران في ليلة لأن الوتر الأول قضاء والثاني أداء. الوتر الأول قضاء لما مر عليه لأنه نسي، والوتر الثاني هو وتر تلك الليلة. فحديث لا وتران في ليلة أي لليلة واحدة، وأما هذا فوتر
قضاء لليلة السابقة ووتر أداء لليلة اللاحقة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف عفى الله تعالى عن المسألة الثانية: من صلى الوتر وكان قد نسي أن يصلي صلاة العشاء أو نسي بعض شروطها كأن يكون صلىها بدون وضوء، والوتر صلاه بوضوء لكن تذكر أن العشاء صلاها لم يصلها بعد، هل عليه إعادة الوتر بعد أن يصلي العشاء أو يعيد العشاء فقط والوتر تجزئه؟ عندك أمر يعيد الوتر، لأن وقت الوتر يبدأ بصلاة العشاء بالفراغ من صلاة العشاء. قال: ذهب جمهور العلماء إلى أنه يصلي العشاء ثم يعيد الوتر لأنه صلاه قبل دخول وقته، وهو قول مالك والشافعي والأوزاعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد. جمهور العلماء. ذهب أبو حنيفة إلى أنه يجزئ ولا إعادة عليه لأن وقته عنده بدخول وقت العشاء، قيد دخوله بدخول الوقت، ويجب أن يكون بعد صلاة العشاء بالذكر لا بالنسيان، فإذا صلاه قبل العشاء ناسيا أجزأه. هذا مذهب أبي حنيفة، والصواب ما ذهب إليه الجمهور والله أعلم، أنه يعيد العشاء ثم يعيد الوتر لأنه صلاه قبل دخول وقته. المسألة الثالثة: من صلى العشاء مع المغرب جمع تقديم فهل يدخل وقت الوتر بعد صلاة العشاء أيضا؟ من سيجيب؟ عندك ماجد؟ نعم، إذا جمع العشاء مع المغرب ثم أراد أن يوتر فلا بأس، حتى ولو لم يدخل وقت العشاء، لأن وقت الوتر يدخل بالفراغ من صلاة العشاء. المسألة الثالثة: من صلى العشاء مع المغرب جمع تقديم فهل يدخل وقت الوتر بعد صلاة العشاء أيضا؟ الجمهور من أهل العلم على أن وقت الوتر يدخل بصلاة العشاء وإن صلاها جمع تقديم، لعموم حديث أبي بصرة وخارج بن حذافة وقد تقدم: إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم، صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، هذا تحديد لوقتها. وذهب أبو حنيفة والمالكية وبعض الشافعية إلى أنه لا يدخل وقتها حتى يدخل وقت العشاء، والصواب ما ذهب إليه الجمهور. المسألة الرابعة: هل يقضي الوتر إذا فاته؟ قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في الفتح: وقد اختلف العلماء في قضاء الوتر إذا فات، فقال الطائفة لا يقضي، وهو قول أبي حنيفة ومالك ورواية عن أحمد وإسحاق وأحد قولي الشافعي. وحكاه أحمد عن أكثر العلماء، ويروى عن النخعي أنه لا يقضى بعد صلاة الفجر، وعن الشعبي وقال الطائفة يقضي، ويروى عن النخعي أنه لا يقضي بعد صلاة الفجر، وعن الشعبي عن القول أنه لا يقضى بعد صلاة، وقال الطائفة يقضي، وهو قول الثوري والليث بن سعد والمشهور عن الشافعي ورواية عن أحمد. قال ابن رجب: واستدل من قال لا يقضي الوتر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام أو شغله مرض أو غيره عن قيام الليل صلى بالنهار 12 ركعة، خرجه مسلم من حديث عائشة، فدل على أنه كان يقضي التهجد دون الوتر. يعني مقصود من يقول لا يقضي الوتر أنه لا يصليها وترا، لكن يقضي راتبته بدون أن يوتر. فمن قال لا يقضي الوتر، وهو قول أبي حنيفة ومالك ورواية أحمد وإسحاق، ليس مقصودهم أنه ما يصلي راتبته، إنما مقصودهم أنه لا يجعلها وترا. وعلى هذا فلا يختلف
عن قولنا بالقضاء، ولكن الذين قالوا يقضي الوتر مرادهم أنه يوتر، هذا فيه نظر ما يوتره وترا في النهار وإنما يشفع، ولعل بعضهم قال يقضي ومقصوده مع الشفع فيتحد القولان. واستدل القائلون بالقضاء بعموم حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، أخرجه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه، بل قد صرح في حديث أبي سعيد بصلاة الوتر كما في الباب. ما هو هذا الحديث؟ صرح في حديث أبي سعيد، ما هذا الحديث؟ كما في الباب، ماذا قصدنا؟ عندك؟ لا، غير هذا الحديث. النام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكر، مر معنا في الباب 374، فليصليه إذا أصبح أو ذكر. إذن قد نص عليه في حديث أبي سعيد. قال ابن رجب: وممن روي عنه الأمر بقضاء الوتر من النهار علي بن أبي طالب، علي وابن عمر، أثر ابن عمر سند صحيح، وأثر علي في سند ضعف، وعطاء وطاووس ومجاهد والحسن والشعبي وحماد، وهو قول الشافعي في الصحيح عنه وأحمد في رواية والأوزاعي، إلا أنه قال يقضيه نهارا وبالليل ما لم يدخل وقت الوتر بصلاة العشاء الآخرة، ولا يقضيه بعد ذلك لئلا يجتمع وتران في ليلة. وعن سعيد بن جبير قال يقضيه من الليلة القابلة، وظاهر هذا أنه لا يقضيه إلا ليلا لأن وقته الليل فلا يفعل بالنهار. انتهى باختصار من الفتح لابن رجب. قال أبو عبد الله: غفر الله، لا يقضيه من النهار ويشفعه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول من نفى قضاء الوتر فتنبه، يعني ليس مقصودهم أنه لا يقضي بالكل، إنما مقصودهم أنه يترك الوتر ويشفع. لكن الذين قالوا يقضي الوتر بالنهار يحتمل أنهم على خلاف في مقصدهم، لعل بعضهم قصد أنه يوتر بالنهار يصليه وترا، وهذا فيه نظر، وإنما يقضيه شفعا.